بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحين قمت تفتشون ها؟ الحين قمت تصحون عرفتوا نفسكم الحين ها؟ أنا ما قلت يا سيدي، ما قلت لك إن هذه مؤامرة ولعبة خسيسة اللي دبرها اللي اسمها هذا أبو عثمان. صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. بس هذا الشيء ما يسكت عنه. سمعي، أنا بصرخ وبرفع صوتي، لا حد يسكتني، لا حد يقول لي مالك شغل. يلا عليك يا ما حد لا ضعف اللي صار غير اثنين، جميل هذا الثعبان وهذا ابو عثمان. كل صغيره وكبيره في الشركه كان جميل يوصلها له، وزاد نشاطه في الفتره الاخيره لما سافرت ورحت فرنسا. الله لا يبارك في ذيك الساعه اللي سافرنا فيها فرنسا، اخذت ما ورانا ودوننا وخلتنا ابد على الحديده. المهم سألت عن الطيارة متى توصل. والله فراغة، والله قلب بارد. انت الحين صدقة ان في نفانيف وفي طيارة بتيكم من هناك ومعاها معدات المصنع اللي هناك؟ شلون؟ شيل الفكرة هذه من مخك. الحرمة اللي تعاقدتوا معاها مد اللي شفتوها هناك ترى نصابة حيالة. واحدة فيكم لا راحت برا هناك شكت روحها من هالذهب من فوق لتحت، قامت مثل الزينة تلمع تلك من بعيد، وهم الله خير لابدين لكم يصيدوكم واحدة واحدة. لا ويها سمح، ما افتكرنا نصابة. ويها سمح، ليش يا سبيكة شفت سيادتها تحت باطة وتمشى بالسوق؟ لا يعني تكون نصبت علينا؟ هي. ليش ما قلت لي؟ ليش ما نصحتنا؟ ليش ما نبحتنا؟ ليش لك نمساك؟ ليش؟ ما تدري عيل وين راحت الشيكات اللي اختفت من دفتر رقية واللي موقعه على بياض. ما ادري عن شيء. شلون ما تدري عن شيء وانت كل شيء عارفه، وانت اللي وصلت للمعلومات وانا وصلت المعلومات حق عبد الله، قايل لي ان رقية العاده توقع الشيكات على بياض وانت تالي تبني البيانات فيها. بس هذا مو معناته اني انا اللي اخذت الشيكات. عيل وين راحت الشيكات؟ من اخذها امي، اخذها ابوي. وين الشيكات؟ قول لي يا جميل انت قلقله حنوشك، قول لي قبل لا افتك منك واخلص عليك. ماري يا الحين انت ما لقيت الا انا، روح دور اللي اتفقت وياه. اللي اتفقت وياه تدري انه نحاش وراح، وانت عارف وين مكانه. الحين انت ما لقيت احد تحط حرتك فيه الا انا، الحين انا صرت طفل عبيطة. اسمع يا جميل، مو انا اللي ينضحك علي، انا بلقى عبد الله وبطلع له من تحت القاع، وانت حسابك معاي بعدين. انا حالي حالك كنت مأمنة لكل شيء لين اللحظة هذه، لكن عقب ما وصلنا اللي وصلناه، عقب ما ذياب صحانا من نومنا، وعقب ما فهمنا عن كل شيء، حسيت ان حنا اللي خدعنا روحنا قبل لا حد يخدعنا. انت السبب. سديتي اذونك عن هالريال اللي يبي مصلحتنا ويبي راحتنا، يبي المنفعه لنا، وسمعتي كلامهم، سويتي اللي انت تبينه. جابنا الفلوس فجأة. فياتنا الفلوس فجأة ورفعتنا فوق اللي ما قمنا ما نشوف اللي تحت. على العموم هذا تمهيد لأشياء كثيرة بعدين بتصير. أنا ما ودي أكدركم، لكن مضطرني أقول لكم أنا اليوم استلمت إنذار بإخلاء البيت علشان ينفذون مشروع النفق. قدامكم مهلة لمدة شهر، وهذا الاستلام ورقة. اسمحوا لي أنا ماشي. ما بتروح؟ أنا رايح المكتب علشان أنقذ ما يمكن إنقاذه.
تسمح لي أدش؟ دش! سويت انت سويت. ادري انكم بتحملوني نتيجة اللي صار، لكن صدقني صدقني يا ذهاب، انا بعد ضحية مثلكم. انا نغشيت، خدعوني، ضحكوا علي. ايش عقبه؟ ايش عقبه يا جميل؟ عقب ما بعت ضميرك وبعت نفسك يا ناكر المعروف، ايش عقبه؟ عقب ما عضيت الايد اللي ساعدتك. لا يا الكلب، لا يا الكلب الاطوق. انا كنت شاك من زمان منك ومن تصرفاتك، من يوم ما هذا ابو عثمان قام يتردد ويزورك وانا شاك في الموضوع. يا ما حذرتها منك لكنها تجاهلت تحذيري، حاطه كل ثقتها فيك، لكن جبت اجلها. يا السفله يا السفله. فعلا يا ذيا، يعني كن رقية كانت أطيب إنسانة معاي، قدرتني ورزتني وشغلتني. علشان كذا يا ذياب أنا مستعد أصلح غلطتي. غلطتك؟ أي غلطة هذه؟ هي غلطة واحدة، هي غلطة صغيرة، هي عشان تصلحها عنبك هاي غلطة كبيرة، هذه جريمة، هاي جريمة ما يطهرها حتى ما يزمزم، عنبك جريمة. لكن أنا اللي بتقاضى منك يا جميل، مو القانون، أنا اللي بتقاضى منك يا ناكر المعروف والجميل. أنت جميل، أنت زبيل، زبيل ومنتف يا الخفاش. يا ايش لحظه، عطني فرصه واحده، فرصه عشان شوف يعني عن نفسي. قول تعال وكفر عن سيئاتي واقول لكم عن كل شيء. ايش تبي تقول؟ ايش تبي تقول؟ كل شيء واضح مثل الشمس. عصابه وسطت علينا بمساعدتك انت يا النذل. لا 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 لا، عندي شيء واحد بقول. شنو هو؟ انا صحيح كنت الامان وبعض ضميري. لا يا السفله، لكن باللحظه هذه، لحظه الندم هذه الحين، احس اني انا نذل وعزيز وجبان. من زمان يا السفله. انا احس اني اذا ما قلت لكم عن كل شيء، احس اني انا جنيت على نفسي قبل لا اجني عليكم انتو. عطني فرصه يا ذهب، عطني فرصة علشان أدافع عن نفسي وأقول لكم عن كل شيء. إيش تبي تقول؟ إيش تبي تقول؟ قول قول إيش تبي تقول؟ أطلع روحك، قول إيش تبي تقول ولا أطلع روحك. أجمل thank you.